ليه ما قلناش لما الاتحاد قال سيد البلد الدنيا ما قامتش واحد؟ ده مش خبر يا سيدي. ليه ما قلناش البتاع الاسماعيلي برازيل افريقيا وبرازيل مصر ارجنتين محل ارجنتين بالظبط في ايه يعني؟ هو يعني هو كل واحد بيقول لقب لكن هو شايف ان اكبر لما جت هنا بالذات عملت الضجه دي كلها ما مش عارف وجاي بعد بقى فوز بالصور الافريقي فلازم ان انا انت عارف الكلام يعني الاهلاويه مستفزين بعد الخساره فتحس اي كلمه هتستفزهم تحس كده ان هم لا يا استاذ عصام لا لا خالص خالص لا, لا دي حقيقه يا استاذ عصام اصل في انا حسيت بيك لا لا والله انا شفتك طالع في التلفزيون مره لا مصدوم اقسم بالله لا مصدوم اه مصدوم كنت طالع مصدوم ايوه كنت مصدوم بعد الهزيمه طبعا صح اه طبعا بصراحه مش على حكايه ان بالمطلق كده البطولات اللي الاهلي اكتر لا ده عايز احصائيات رسميه والله انا عملتها يا استاذ عصام لا والله والله العظيم انت عملتها في اربع العاب والله العظيم تحيات ربنا عملتها في كل حاجه والله العظيم والله العظيم انتوا عندكم كروكيه زمانك انت عارف بطل العالم احنا سكواش انت سكواش انت عارف ان زمانك تاخد ثلاث مرات بطل العالم في بطل العالم في الكروكيه طبعا احنا عندنا بلياردو عندكم بلياردو طب عندنا سكواش لا مفيش سكواش محمد ابراهيم كان الاستاذ محمد ابراهيم هو اللي ماسك لا ليه كان عامل وتنس عامل ترابيزه طبعا عندنا تنس اه صح فانا بقول لك يا كابتن يعني كابتن خالد يعني في فرق بين التفخيم والتعظيم يعني لما حد يقول لك زمانك مدرسه فن وهندسه ما حدش يقدر يعترض خلاص فعلا زمانك بيقدم كوره جميله على مدار تاريخه وكلمه مدرسه فن وهندسه ده لقب يستحقه استاذ ابراهيم منسي خدها برضه في حلقه من الحلقات قال لك مدرسه فن وهندسه دي كانت بتاعتنا الاول ماشي بينزع عندك كل شيء لما تقال الاسماعيلي برازيل مصر ما حدش يتضايق لكن كلمه اكبر قلعه رياضيه دي يا كابتن دي تتقال وفقا لمعايير مش اعتباطا يعني انا افهم التفخيم والتعظيم متاح للجميع طب واعظم نادي في الكون دي ملاش معايير يا كابتن اعظم نادي في الكون ده جمهور اللي قالها طب واعظم نادي في الكون يا جماعه ما دي ده جمهور يا خالد مش النادي يعني جمهور غلطان يعني يعني النادي الاهلي لا يتعامل الا بمصطلح واحد بس طب ايه رايك في دي اهو وطالي كده ايه رايك في دي ادي مؤتمر صحفي مش هتكلم انا بقى الله يرحمه الحاج الاستاذ عمرو فاروق فوتوشوب اه مش هتكلم فوتوشوب انا كده فوتوشوب فوتوشوب دي فوتوشوب التشكيك برضه طب اقول لك حاجه هتقول الثانيه برضه يا باشا يا باشا اه والله فانا بقول لك كابتن خالد من حقك على فكره لا ما انا عارف لكن انت شايف ان دي كده لا مش مشكله خالص والله العظيم انا بشوف الشعارات اللي فيها تفخيم وتعظيم حق مشروع لكل الانديه في العالم لكن الحاجات اللي فيها معايير ما ينفعش يعني انا ما اقدرش اقول دلوقتي النادي الاهلي اعظم انديه العالم لا لان بالبطولات ريال مدريد اعظم من النادي الاهلي ريال مدريد اعظم بطولات اعظم من النادي الاهلي بالارقام لكن لما اقول الاهلي افضل من يوفنتوس في البطولات القاريه دي معلومه هي بتاع يوفنتوس اقول لا تعالى انا واخد كام بطوله قاريه وانت كام بطوله قاريه دي الحاجات يا استاذ عصام اللي فيها يا استاذ علاء اللي اتحكم المعايير اتفرجنا عليها دلوقتي دي اللي قدام اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي معناها اعتراف من اعضاء اداره النادي الاهلي بهذا الشعار يا استاذ عصام انا بقول لحضرتك هو ده خبر بص يا جماعه لعيبه الاهلي وهي بتحتفل اهي طب دي صفحه الاهلي الرسميه ماشي ما تقوليش بقى فوتوشوب بقى يا ثواني اهو اهو ما هي دي نادي في الكون ما دي زي برازيل يعني هو ده خبر ده مش طب خبر. خلاص يعني ما خلاص الزمالك بقى يعمل اكبر قلعه رياضيه في مصر ايه المشكله لا اصل كلمه اكبر قلعه رياضيه دي تخضر معايير لكن طب ما الكل برضه تخضر المعايير طب انت حضرتك بتقول لجمهور الزمالك اعظم جمهور في العالم حد يعترض لا مفيش طيب. ما اسالش الكلام ده برضه طيب لما تقال الجمهور الزمالك اوف أيوة في العالم ايوه بس انت بتتكلم على نقطه معايير معايير لما تكون اعظم نادي في الكون لازم يكون في معايير بالظبط لما يكون اكبر قلعه رياضيه في مصر لازم يكون في معايير يا كابتن خالد هقعد اقولها تاني يا كابتن خالد كلمه اعظم نادي في الكون ده هتاف جماهيري سلوجن جماهيري مش تصريح من اداره النادي الاهلي هيتعامل الا مع سلوجن واحد بس نادي القاره في افريقيا لان ده جايزه او لقب خده من اكبر جهتين من الاتحاد الافريقي ومن الفيفا تمام. يعني الفيفا لما بيقدم النادي الاهلي من اسبوع على موقعه الرسمي في كاس العالم للانديه قال لك النادي الاهلي نادي القاره في افريقيا تمام